أكد وزير خارجية تركيا أن بلاده تدعم وتقدر دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وتوفير المساعدات الإنسانية، موضحا أن تركيا ومصر تتقاسمان الأدوار في دعم القضية الفلسطينية وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف اقتحامات الأقصى وبناء المستوطنات، مضيفا أن الاتفاق المصري التركي يرتكز على ضرورة حل الأزمة عبر حل الدولتين. نحن كتركيا قدمنا الأهمية دائما لدور مصر لدعمها القضية الفلسطينية من الناحية التاريخية ولدورها في إزالة الاحتياجات الإنسانية لإخواننا العزل في غزة من خلال بوابة رفح الحدودية، وكنا في استشارة عن كثب حول القضية الفلسطينية، ولقائنا اليوم أتاح لنا الفرصة لبحث هذا الموضوع. القضية الفلسطينية هي قضية تتقاسم تركيا ومصر موقفا مشتركا بشأنها. ما يحصل منذ 7 أكتوبر هي تطورات ليس لها مثيل منذ فترة طويلة، نرفض ونشجب من دون شك الاعتداءات التي تهدف المدنيين العزل ومقتل المدنيين، ولكن المسألة الأساسية هي تأجيل المتواصل لحل عادل ودائم في فلسطين.